سواء الانتخابات البلدية جرت اليوم أو تأجلت، نحن جاهزات لنكون عم نخوض هيدا الاستحقاق. تأجيل الانتخابات البلدية سيف ذو حدين، لأنه انتظار المعركة أصعب من الخوض فيها. كلنا رح نعمل هيك، ما تقلق عليها. بكل شكر. هيك نبلش؟ أنا هيك. أوكي. بكل شكر امتنان. تأجيل الانتخابات البلدية رح بيعقد الأمور الإنمائية بالمنطقة، لأنه في كتير بلديات منحلة. مش رح تأثر علينا بس كتحضير، لأنه نحن عم نتحضر وحاضرين وردي. هي رح تأثر على التنمية بالبلدات. أولاً الثقافة المجتمعية السائدة، القوانين اللي هي قوانين تمييزية، أهمها هي الإطار النمطي اللي بحطونا فيه وبيقولوا لنا إنه السياسة مش لإلك والشأن العام مش لإلك. في المنافسة السياسية بين مختلف الأحزاب. الدي آر آي مكنت وسقفت السيدات وسلحتهم بشكل أنه خوض المعركة ما عاد هيدا العبء الكبير أو هيدا الهم الكبير على السيدة. دي آر آي مش بس عطيتنا الفرصة بغض النظر عن كل التمكين والأحزاب والهيدا، قدمنا بكفاءتنا وعطيتنا الأداة لحتى نقدر نوصل. درنا بالدي آر آي نكون على نمط واحد ضد التمييز ومع الاختلاف. قبل ما ياخذوا قرار ترشح لازم يحضروا حالهم، ياخذوا تريننج دورات، يتعلموا كيف عمل البلديات، شو دورهم بالبلديات، ولازم يأمنوا تحالفاتهم. نحن نص المجتمع، 50% من القرار اذا مش اكثر، اذا ما نزلنا انتخبنا ايه لا ورقه بيضاء مع اكس مع ايجريك ما رح نقدر نغير شيء. نحن شركات اساسيات بهيدا الوطن، ضروري انه نوصل على البلديات كرمال نقدر نخلق التغيير. المشاركة بالفعل.